السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لما بنيجي نرسم الهوايت بالشكل دوت ونرسم الفلور بتاعي بيظهر معاك اهو تحت. طيب عايزين نضيف أدوار، يبقى مبقاش دور واحد، يبقى فيه أكتر من دور. طيب نعمل الموضوع ده ازاي؟ هاجي هنا من بلان وهقول له اد ليفل. اد ليفل ضاف لي ليفل اهو وليفل اهو. طيب ليفل واحد بيجيب لي ليفل زيرو شفاف شويه على اساس ان انا ممكن اشوف منه. ممكن اقول له بقى ايه، انا عايز اعمل ارضيه تانية اهو زي ما انت شايف اهو بيظهر تحت. وبعد كده ممكن اقول له انا عايز اضيف حيطه، هتلاقي الحيطه بتضاف معاك تلقائي. تقدر تيجي هنا وتقول له display all level، يظهر لكل ليفل، او عايز اظهر بعض الحاجه اللي معمولها select بس. تمام. طيب ممكن بقى تقول له ايه، انا تقدر تضيف اكتر من دور، ما فيش اي مشكله خالص. ممكن تضيف من علامه الزائد دوت، وتقدر تضيف مثلا الفلور بالشكل دوت. تمام. ممكن تخليها كامله كده بالشكل دوت اهو. تقدر تشوف الأدوار بالشكل دوت، ليفل زيرو، ليفل وان، ليفل تو. ممكن تضيف مثلا حائط بالشكل دوت، وهكذا. ممكن بقى تيجي تعمل سيلكت مثلا على الأرضية، مثلا على، وتختار اللون بتاعها، الفلور، السيلينج، الوول. يعني على سبيل المثال هقول له مثلا خلي الكلر هنا بأزرق للفلور، وهنا بأصفر للسيلينج، والوول مثلا بأزرق اهوت. تقول له اوكي بيظهر معاك بالشكل ده بس.